برضو شوز تاني لفريل ويليامز. مرحبا أنا حمد طاهر، أهلا فيكم في قناتي. شوز اليوم هو الأديداس فريل ويليامز إنس هيوز وايت. شوز ده من شوزات فريل ويليامز، نزل سنة 2021، من أحلى شوزات فريل ويليامز. أنا يعجبني الفاشن حق فريل ويليامز. نزل هذا التنس هيوز، هذا مو أول شوز تنس هيوز اشتريه، سويت ريفيو قبل كده للتنس هيوز اللي باللون البينك، عجبني داكا وعجبني ستايله، قمت اشتريت الأبيض. فوت لوكر قبل يمكن سنة نزل أوفر على اللون الأبيض، نزله خلاه 170 ريال، نات باد يا جماعة 170 ريال على الشوز ده. في جوت الآن بيتباع ب $30 أو $40 $50، في ناس مخلين الأسعار ل $2000 عشان المقاسات هذه نادرة والشوز نادر. الشوز ده نزل 2018 بسعر $120. انا مره يعجبني فريل ويليامز كديزاينر كمغني، تعجبني شوزاته، في ال NMDs وفي عنده اشياء تانية. هذا التنس هيوز زي ما قلت لكم، خدت اللون البينك، سويت مراجعه للون البينك، اللي ما شاف المراجعه دي يروح يشوفها. وطبعا هسوي لكم مفاجاه، مو بس اشتريت ده اللون، وكمان ترى اخذت كمان اللون البلو. تخيلوا، طبعا في مجموعه الوان، في اللون البلو وفي اللون الأصفر، الأصفر حلو، وعندي اللون البينك، وفي اللون الأخضر مرة حلو. نزل ألوان مرة كثيرة صراحة، نزلت منه ألوان مرة كثيرة. طبعا هذا يعتبر الآن مات، الديزاين هذا مات تماما، ما أتوقع هينزلوا منه تاني أديداس، بس أنا عجبني. قلت أسوي لكم الريفيو هذا عنه، أوريكم هو كيف في اللبس. صح إنه قديم، بس قلت أسوي عنه ريفيو مرة جيد. من ورا هنا مكتوب فريل ويليامز، كل هذه هوريكم هي في التوب ريفيو. يلا خلينا أوريكم الأديداس الفريل ويليامز الوايت من التوب. طيب يا جماعة، هذا شكل فريل التنس هيوز من التوب باللون الأبيض. زي ما قلت لكم، هذا بالقماش، هذا كله قماش، والرباط من هنا الليس في علامة الأديدس، الخطوط حقة الأديدس، من هنا برضو في علامة الأديدس، وهنا برضو الهيومن، ومن هنا في الخلف في الفريل ويليامز مكتوبة، ومن الجهة الثانية برضو فريل ويليامز. صراحة من أكثر الأشياء اللي تعجبني في الشوز ده، داخل الشوز هنا في نكشة، خليني أوريكم هي. هذه شكلها الإنسول من الداخل، فيها رسمة كدني ولا ايش تاني، والستومك واللونجز، في كل التفاصيل هذه. صراحة مرة حلوة في كل شوزات فريل ويليامز التنس هيوز. من جوه هنا في المقاس، من جوه هنا في المقاس، اسفل الشوز هنا في علامة الاديدس، ان شاء الله واضحة علامة الاديدس، ومن هنا فريل ويليامز. وهذا شكل الاوتسول. الشوز مرة خفيف يا جماعة الخير، مرة مرة خفيف، من اخف الشوزات اللي ممكن تلبسها، وجدا زي ما قلت لكم مريح. وهذا شكل الشوز فريل ويليامز التنس هيوز باللون الابيض من التوب. طيب يا جماعة، شفتوا كيف من التوب؟ حبيت أوريكم هو كيف ريفيو تاني. هذا ما سويت عليه من التوب، خلاص هو نفسه بس باللون الأزرق تقريبا، وبرضو خلاص قدي سويت كمان عن اللون البينك. واحد من أحلى الشوزات، يمشي مع أشياء كثيرة في اللبس. أسعاره الآن زي ما قلت لك $33، في ناس حاطينه $2000، في مجموعة ناس كثير لابسينه، بس يمشي مع كل شيء، جوجرز، جينز، شورت، أوفر سايز، كله يعني تقريبا كل أغلب الأشياء تمشي مع الشوز ده. كياتشينوز يمشي معه، حتى بالنسبة للبنات شورت، بنطلون، فستان، كلها تمشي مع الشوز ده. فما في داعي أوريكم كل الصور، في صور مرة كثيرة موجودة ممكن تدور لها في النت، أنا ما لقيت كثير. رأيي في الشوز واحد من أحلى شوزات فريل ويليامز، أنا من رأيي مرة مريح، مرة خفيف يا جماعة، مرة خفيف، يعني من أخف الشوزات اللي سويت عليها ريفيو. ما أحب الأشياء الترندي اللي كل الناس حابين عليها. هذا دحين لو تلبسه ما هتلاقي ناس كثير لابسين زيك، لأنه من 2018. هذه من مميزات حقت الشوز، لون أبيض طبعا، يعني يمشي مع أشياء كثيرة في اللبس. ما لقيت صور كثير ناس لابسينه، بس you know what، بما إنه ما في ناس كثير لابسينه، يلا تعالوا أوريكم هو كيف اللبس.
النهايه يا جماعه حبيت اسوي لكم ريفيو سريع على الاديداس فيرير ويليامز التنس شوز اللي باللون الابيض. حبيت اقول لكم انه انا برضه كمان اخذت اللون الازرق، واحد من احلى الشوزات انا مره تعجبني، انه ما في ناس كثير لابسين زيه من 2018 وهذا تقريبا الديزاين مات. اكيد نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اللي وصل ده البارت ما عجبته الحلقه اضغط لايك، اشترك في القناه ويدعمني، فعل جرس التنبيهات عشان تجيك الفيديوهات الجديده، سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، انستغرام يا جماعه، تيك توك دائما مولع، وفي النهايه شير. Take care.